أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، عليه أشرف الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، طلبتنا الأعزاء في جامعتنا الغراء، جامعة الإسراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد ومساق الإدارة العامة، هذا المساق الذي وصلنا إلى نهاية شرحه عبر الفيديوهات المسجلة في هذا الظرف الاستثنائي والفصل الاستثنائي، الفصل الأول من العام الدراسي 2020-2021، نظرا للظروف التي يمر بها العالم وقطاع غزة على وجه التحديد الذي يخصنا بسبب جائحة كورونا. اليوم نصل إلى الفيديو التسجيلي الأخير لهذا المساق المقرر على طلبة قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الإسراء. نستكمل ما بدأنا في شرحه في التسجيل السابق، والحديث عن الفصل 11 يتعلق بإدارة المالية العامة أو الإدارة المالية العامة. حدثنا عن الضرائب، شروطها، فروضها، أنواعها. اليوم نكمل إن شاء الله تعالى والحديث عن الضرائب على رأس المال. يقصد برأس المال من الناحية الضريبية مجموع الأموال، أي أموال سواء كانت عقارية أو منقولة التي يملكها شخص في لحظة معينة، سواء كانت هذه الأموال منتجة أو غير منتجة للدخل. إذا رأس المال كل ما يمتلكه شخص من أموال عقارية، منقولة، منتجة، غير منتجة في لحظة معينة، الأرض مثلا، العقارات، النقود، الأسهم، السندات، أيضا تعتبر من رأس المال. الوعاء الضريبي على رأس المال هو رأس المال ذاته، الوعاء الضريبي على رأس المال هو رأس المال ذاته. كيف يمكن تقدير رأس المال؟ يمكن تقدير رأس المال وثروة شخص في لحظة معينة. إذا بدنا نقدرها يجب أن نقوم عملية جرد للأصول في ذمته المالية وخصومها في تلك اللحظة. إذن في لحظة معينة لما نقدر رأس المال لشخص نعمل جرد للأصول والخصوم اللي في ذمة هذا الشخص. طبعا تشمل الأموال المادية عقارات، منقولات، أموال معنوية كالأسهم والسندات وما له من ديون على الغير، وتشمل الخصوم ما على الشخص من ديون للغير على هذا الشخص بنحسب له رأس المال. وتعتبر ثروة الشخص عبارة عن مقدار الزيادة في قيمة الأصول على قيمة الخصوم. جانبين، كنا بنقول في الموازنات إيرادات ونفقات، الآن نقول ممتلكات أصول وديون للناس عليه خصوم. هذا يمثل لنا رأس المال. الفرق أنواع الضريبة على رأس المال، في عندنا الضريبة السنوية على رأس المال، هذه الضريبة فروضة على رأس المال ولكن لا تؤدي إلى اقتطاع جزء منه، هي تفرض على رأس المال ولكن لا تؤدي إلى اقتطاع جزء منه، هذا مهم جدا نظرا لاعتدال سعر الضريبة، بحيث يتمكن المكلف من تسديد الضريبة من الدخل اللي بحققه رأس المال. إذن الضريبة السنوية على رأس المال لا تؤدي إلى اقتطاعه جزء من رأس المال، هي من الدخل الذي يولده والإيراد اللي بيولده رأس المال، وبالتالي لا تؤدي هذه الضريبة إلى الانتقاص من رأس المال، وهذه نقطة مهمة جدا. الضريبة على رأس المال تحقق مجموعة من المزايا. هذه الضريبة تصيب الثروات التي تشارك التي لا تشارك في النشاط الاقتصادي، وتهدف الضريبة على رأس المال التمييز بين الدخول من حيث مصدرها لتحقيق العدالة في فرض الضريبة، كما أن الضريبة على رأس المال تلعب دورا هاما في رقابة الإقرارات المقدمة من المكلفين بشأن دخولهم. هذه كان ضريبة سنوية على رأس المال. أن ننتقل إلى الضريبة العرضية على رأس المال، هذا النوع طبعا من الضرائب على رأس المال لا يقتنع بالاغتراف من الدخل، بعكس الضريبة السنوية على رأس المال اللي بنحققها من الإيراد أو الدخل اللي بحققه رأس المال ولا تنتقص من رأس المال، لكن الضريبة العرضية على رأس المال لا تقتنع بالاغتراف من الدخل الناتج منه من رأس المال، بل يتعدى إلى اقتطاع جزء من المال نفسه. الضريبة العرضية على رأس المال، في عنا الضريبة الاستثنائية على رأس المال والضريبة على زيادة القسمة. خلينا نتكلم عن الضريبة الاستثنائية على رأس المال.
بتختلف الضريبة الاستثنائية على رأس المال عن الضريبة السنوية على رأس المال، أي يكون مرتفعا بحيث يؤدي إلى اقتطاع جزء من رأس المال. في ضريبة استثنائية على رأس المال، في ضريبة سنوية على رأس المال. استثنائية تعدى وتقتطع جزء من رأس المال، يؤدي فرض الضريبة لتحقيق نوع من الإيراد المالي الغزير الذي يمكن الدولة من تخطي الظروف الاستثنائية، عشان هيك بنسميها ضريبة استثنائية على رأس المال. تهاجم هذه الضريبة أساسا مجموعة أو مجموع الثروات التي كونها الأفراد وتلافي الأضرار التي تلحق بالدولة في أزماتها. تعمل هذه الضريبة على تصحيح الخلل الاقتصادي والاجتماعي، لكن يؤدي ذلك إلى حصر شامل للثروات وتؤدي إلى تفتيت رأس المال، تدفع أصحاب رأس المال إلى تهريب رؤوس مالهم إلى الخارج طبعا من أجل التهرب الضريبي. الضريبة على زيادة القسمة تفرض هذه الضريبة بصفة عارضة، هي نوع من الضريبة العارضة، تفرض بصفة عارضة على الزيادة التي تطرأ على رأس المال عقارا أو منقولا لسبب لا دخل للمالك فيه. ضريبة على زيادة القسمة تفرضها الدولة على الزيادة اللي بتطرأ على رأس المال سواء في العقار أو المنقول لسبب لا دخل للمالك فيه. فالزيادة في قيمة العقارات الزراعية مثلا تتم من غير أن تكون هذه الزيادة راجعة كلها أو بعضها إلى مجهود أصحاب هذه العقارات، فقد يكون سبب هذه الزيادة تطور ظروف المجتمع كتزايد عدد السكان. إذن ضريبة على زيادة القسمة هي ضريبة عارضة على الزيادة اللي تطرأ على رأس المال، ولا دخل ولا سبب للمالك لهذا المال في هذه الزيادة. من أسباب فرض هذه الضريبة العارضة على رأس المال قد تكون دورية، بمعنى أن تقدر قيمة العقارات بصفة دورية كل مرة وتستوفي الضريبة على أساس نسبة من الزيادة على قيمة العقارات، وقد تكون غير دورية. أساليب فرضها لما تكون ممكن تكون هذه الضريبة دورية، ممكن تكون غير دورية، بحيث يتم استيفاء الضريبة عند حدوث واقعة معينة مثل في حال انتقال ملكية العقار إلى يد أخرى. الضرائب غير المباشرة، نتكلم عن ضرائب الاستهلاك المفروضة على أنواع معينة من السلع، لتفرض الضريبة طبقا لهذا النظام على أنواع معينة من السلع والخدمات. تقوم الدولة بالحصول على الضريبة الغير مباشرة من خلال قيام الفرد باستهلاك السلعة التي تتضمن الثمن الذي يدفعه المستهلك على ذلك. لكن هنا من الجميل والجيد أن نميز بين ثلاث أنواع من السلع: سلع ضرورية، وسلع شائعة استعمال، وسلع كمالية، ونشوف علاقتها بالضريبة. السلع الضرورية سلع لا يمكن أن يستغني عنها أحد سواء كان فقير أو غني، حيث أن هذه السلع تعتبر مطلوبة باستمرار، اسمها سلع ضرورية، كافة الأفراد يحتاجونها مثل الخبز والملح والسكر والدواء. بينما السلع شائعة الاستعمال هي التي تستهلك من كافة أفراد المجتمع كالسجائر والشاي والبن. هذه الضريبة تحقق مورد مالي جيد، الضريبة على هذه السلع شائعة الاستخدام تحقق مورد مالي جيد للدولة، والطلب على هذه السلع يتسم بالمرونة، أي أن الأفراد يستطيعون أن يخفضوا من نسبة استهلاكهم من هذه السلع كلما ارتفع ثمنها دون ما يلحق ضرر في ذلك. لكن في نوع من الثالث من السلع، وهي السلع الكمالية، هي سلع تكون مقصورة على الطبقة الغنية وتؤثر على الطبقة الفقيرة، والطلب على هذه السلع يتسم بالمرونة الكاملة، طبعا مثل السيارات والأجهزة الكهربية وأجهزة التكييف. طبعا الدولة تلجأ في ربط ضرائب استهلاك على السلع التي تختارها إلى وسائل متعددة. كيف للدولة يمكن تفرض ضرائبها على السلع سواء بالأنواع الثلاث: السلع الضرورية والكمالية وشائعة الاستعمال. في ضرائب الإنتاج عندنا، الوسائل اللي بتختارها الدولة لفرض الضرائب على الاستهلاك، في عندنا مجموعة من الوسائل اللي هي ضرائب الإنتاج، ويمكن فرض ضريبة الاستهلاك على السلع في مرحلة الإنتاج. بمعنى يمكن فرض ضريبة الاستهلاك على السلع في مرحلة الإنتاج، من أمثلة ذلك الضرائب على البنزين والدخان، والضرائب الجمركية، فتنتهز الدولة فرصة عبور السلعة حدود الدولة سواء عند تصديرها إلى الخارج أو عند استيرادها من الخارج، فتقوم بفرض ضرائب جمركية عليها. هذه الضريبة الجمركية طبعا من أهم الأنواع
غير المباشرة، إنها تكفل للخزانة العامة لوزارة المالية مورد مالي ضخم، هي الضرائب الجمركية. طيب الآن بعد ما انتهينا من الضرائب ممكن نتكلم عن الموازنة العامة كأداء على المالية العامة. معروف مالية عامة، نتكلم عن إيرادات الدولة، نفقات الدولة والموازنة بينهم، نجمعها في الموازنة العامة للدولة. مفهوم الموازنة العامة خطة، كما الميزانية العامة كما الموازنة العمومية، هي خطة تضمن تقدير لنفقات الدولة، لكن نتكلم موازنة عامة يعني دولة يعني حكومة، نتكلم عن خطة تضمن تقدير نفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة قادمة، خطة يعني مستقبل غالبا سنة، بتم التقدير هذا في ضوء الأهداف اللي بتسعى إليها السلطة السياسية. مفهوم الموازنة العامة يعتبر وثيقة رسمية، هذه الوثيقة تحتوي على نشاطات، تحتوي على أرقام مبنية طبعا من خلال التنبؤات عن المستقبل للنفقات والواردات الحكومية طبقا للأغراض القومية. سمات الموازنة العامة التنبؤ، لما نتكلم عن أهم سمات الموازنة العامة التنبؤ، قلنا خطة للمستقبل تقديرية إيرادات نفقات، يبقى نقوم على التنبؤ. فتمثل الموازنة العامة بيانات توقعات ما تنفقه وتحصله الدولة من إيرادات خلال فترة قادمة اللي هي غالبا بتكون سنة، حيث تتولى هذه السلطة تحديد هذا التوقع قبل عرضه على السلطة التشريعية، وعندئذ فإن بنود النفقات والإيرادات وحجمها ما هي إلا برنامج عمل الدولة خلال الفترة المحددة. إذا اعتمدت الموازنة العامة من التنبؤات بتم إيه؟ تصبح عبارة عن برنامج عمل وخطة عمل تنفيذية. الإجازة، من سمات الموازنة العامة تحتاج إلى إجازة إلى الإقرار، أي أنها تقوم المجالس النيابية والسلطة التشريعية في الدولة ذات الأنظمة الديمقراطية باعتماد الموازنة والموافقة على توقعات السلطة التنفيذية عن نفقاتها للسنة القادمة وكذلك إيراداتها، فتقوم السلطة التشريعية باعتماد وإقرار الموازنة قبل أن تقوم الحكومة بتنفيذها في الحدود التي صدرت بها إجازة السلطة وبالصورة اللي اعتمدتها. إذن من سمات الموازنة مرة أخرى التنبؤ والإقرار والإجازة، وثلاثة من سماتها تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فإن فرضت الظروف المالية للدولة الحديثة نظرة الإشارة إلى مدى ما يمكن أن تحدثه الموازنة من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية، فالموازنة تمثل الإطار اللي بنعكس من خلاله خيارات الدولة لأهدافها وأداتها إلى تحقيقها، وبرزت أهمية النشاط المالي كأداة لتحقيق أهداف المجتمع. إذا لم يكن هذا الاختبار نابعا من نظرة شاملة لجميع الآثار المتبادلة بين الظواهر المالية وظروف البيئة المحيطة. ثم من سمات الموازنة العامة تمييز الموازنة العامة عما يختلط بها من مفاهيم، لما كانت الموازنة تعني بمعنى الحسابي مثابة قائمة رقمية شاملة نشاط الدولة وتسجل فيها العمليات التي تجري داخل دائرة نشاط معين، لذلك يقتضي الأمر تمييزها عما يختلط بها من مفاهيم. وهناك أنواع طبعا متعددة من الموازنات بتناول كل منها نشاط محدد تحتوي على المعاملات الاقتصادية في تلك الدوائر أو تلك المشروعات. أول شيء من هذه الأنواع اللي هي موازنة المشروعات، والتي تقدم صورة واضحة ومتكاملة للأنشطة اللي بتمارسها هذه المشروعات بصرف النظر عن طبيعتها، خاصة بمشروع صورة كاملة عن هذا المشروع. الموازنة التخطيطية لمشروع، حيث يتم خلالها تصوير حجم الدخل والإنفاق لفترة قادمة، بتناول موضوعها تكوين الدخول النقدية وأوجه استخدامها، وتحقق في الموازنة العامة إشباع الحاجات العامة وتمويل النفقات اللازمة لتوفير الخدمات وأيضا تحقيق الأهداف العامة. أيضا هناك الموازنة القومية، حيث دائرة الموازنة يمكن أن تتسع لتشمل اقتصاد القوم ككل، تسع نطاق العمليات التي تتضمنها بحيث تشمل ناتج ونتائج الأنشطة الاقتصادية خلال فترة قادمة على المستوى القومي. فهناك حسابات قومية أو حسابات الدخل القومي، وربما يتداخل مفهوم بعض هذه مع الموازنة العامة، لذلك واجب ويقتضي أن نميز بين الموازنة العامة وموازنة المشروعات الخاصة،
لأن هناك تشابه بين الموازنة العامة مع موازنة المشروع الخاص، من ناحية أن كل من الموازين يمثل تقدير الاعتمادات اللي بتوقع إنفاقها ومجالات إنفاقها وحجم الإيرادات التي يتوقع تحصيلها وطبيعة القنوات التي تحصل من هذه الإيرادات. ويمكن التمييز بين الموازنة العامة والموازنة الخاصة من حيث أن الموازنة العامة تختلف في أنه لا بد من التصديق عليها وإجازتها من قبل السلطة التشريعية. الموازنة العامة تحتاج إلى إقرار من السلطة التشريعية، وهذا يعتبر وهذا يعتبر أهم ما يميزها عن موازنة المشروعات الخاصة. الموازنة العامة أيضا والموازنة الاقتصادية أو الحسابات القومية تنصب اهتمام الدول منذ أكثر من عقدين، وحتى الآن نصب على الموازنة. نتحدث عن الموازنة القومية، قبلها الموازنة التخطيطية. فعندنا الموازنة العامة والموازنة الاقتصادية والحسابات القومية، إن اعتبرنا أنه نصب اهتمام مجموعة من الدول أكثر من عقدين وحتى الآن بإعداد الموازنة القومية أو الاقتصادية التي تمثل التقديرات لحجم جميع وجوه النشاط الاقتصادي في المجتمع خلال فترة زمنية قادمة، وذلك من خلال التوقعات الخاصة بحجم الدخل القومي وتكوينه وتداوله. إذن عندنا عنصرين، هما عنصر النفقات القومية اللي بتمثل مجموع الأموال والخدمات التي توقع أن يستهلكها المجتمع ويدخرها، وعنصر الإيرادات القومية التي تمثل النشاط الاقتصادي بجميع قطاعاته وفروعه. أما فكرة الحسابات القومية والذي يعني دراسة الخطة الاقتصادية للمجتمع في فترة زمنية فقد انتهى. عن الموازنة العامة والحساب الختامي عشان نفرق بينهم، الموازنة العامة تتعلق بفترة قادمة حيث ضمن تقديرات يكون عنصر الاحتمال فيها قائما قد تتحقق وقد لا تتحقق. أما الحساب الختامي يمثل بيانات النفقات العامة والإيرادات العامة التي تحققت فعلا خلال فترة زمنية انتهت. نتكلم عن الطبيعة المالية للموازنة العامة. فتعتبر الموازنة العامة تقديرات النفقات العامة والإيرادات خلال فترة قادمة. تعتبر أيضا الموازنة العامة نقطة الانطلاق فيها وتحديد حجم الخدمات العامة بتتولى الدولة القيام بها خلال الفترة اللي بتغطيها الموازنة، ثم تقدير النفقات العامة اللازمة لتغطية هذه الخدمات، وبالتالي تقدير الإيرادات العامة التي تغطي هذه النفقات. طبعا تعكس هذه التقديرات عملا تحليليا للإنفاق العام والإيراد العام، لأنه في عندنا طبيعة مالية للموازنة العامة، فبالتالي أوجه إيراد وأوجه نفقات، من أين نأتي بهذه الإيرادات، في أي الأوجه والمصارف نقوم بإنفاقها وإصرافها، ومن ثم اختيار العمليات الأكثر ملائمة بحيث يتمشى والخطوط الأساسية للسياسة المالية بشقيها الإنفاق والإيراد وتقدير النفقات طبعا العامة مع تقسيمها أنواع الإنفاق، تقسيمها أيضا بين الهيئات تولى هذا الإنفاق، وكذلك تقدير الإيراد العام مع تقسيمه بين مصادر الإيراد العام. ننتقل إلى نقطة مهمة جدا وهي المبادئ الخاصة بالموازنة العامة. في الموازنة المالية العامة التقليدية أفرزت لنا مجموعة من المبادئ اللي بتنظم وتحكم الموازنة العامة وعملية تقديمها إلى السلطة التشريعية، لأن قلنا تعد الحكومة الميزانية أو الموازنة العامة التقرير العام القادم تعرضها على المجلس التشريعي والسلطة التشريعية من أجل إقرارها. طبعا هذه المبادئ يمكن ترجمتها لأنها تعتبر مبادئ طبيعية إدارية وسياسية. الموازنات عندنا أربع مبادئ أساسية: مبادئ الموازنة العامة، وحدة الموازنة، سنوية الموازنة، عمومية الموازنة، وتوازن الموازنة. وحدة الموازنة وسنوية الموازنة وعمومية الموازنة وتوازن الموازنة. طبعا يتحدد الهدف من تطبيق هذه القواعد في تسهيل التعرف على المركز المالي للدولة من خلال فحص الموازنة وعملية الرقابة عليها. إذن هدفنا الأساسي من تطبيق هذه القواعد المركز المالي نتعرف عليه للدولة ونتعرف على عملية الرقابة وجودة عملية الرقابة. النقاط الأربعة نتكلم عنها هذه المبادئ. أولا مبدأ وحدة الموازنة يقصد بها
أن تدرج جميع نفقات الدولة وإيراداتها في موازنة واحدة، واحدة تجيب كل إيرادات كل مصروفات نفقات الدولة في موازنة واحدة. لكن على الرغم من أهمية تطبيق هذه القاعدة، هناك بعض الاستثناءات. إذا كل إيرادات الدولة مبدأ واحد الموازنة، كل يجب إدراج جميع نفقات الدولة وإيراداتها في موازنة واحدة، لكن هذا لا يعني أن هناك استثناءات. استثناءات حسابات خاصة تمثل حسابات وسيلة فنية يسجل بموجبها دخول أموال إلى خزانة الدولة، ولا تعتبر هذه الأموال إيرادات عامة، إنما فقط تظهر المركز المالي للدولة على حقيقة دون إضافة مبالغ إلى إيراداتها أو نفقاتها. الموازنات المستقلة، موازنات المرافق والمشروعات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية التي يمنح الاستقلال لتمكين قيام بوظائفها، وتتميز الموازنة المستقلة بما يلي منها: لا تسري على القواعد والأحكام التي تخضع لها موازنة عامة الدولة، يتبع استقلالها المالي وشخصيتها المعنوية أن تسعى المفروض لتحقيق التوازن وحدها، تبحث عن توازن إيراداتها ونفقاتها. هذه المشروعات الخاصة أو الخاصة بالدولة، مشروعات مستقلة، مشروعات عامة، لا تعرض الموازنات المستقلة على السلطة التشريعية ولا تناقشها ولا تعتمدها. طيب، عندنا الموازنات، بعد الموازنات المستقلة عندنا الموازنات غير العادية. تلجأ بعض الحكومات إلى وضع موازنات غير عادية إلى جانب الموازنات العادية، ذلك لمواجهة ظروف طارئة مثل الظروف اللي بنحتاجها الآن في مواجهة جائحة كورونا عالميا وعلى مستوى الدول. فتتطلب نفقات استثنائية بتم سديدها عن طريق الإيرادات غير العادية، كيف قروض عامة، إصدار نقد جديد. هناك طبعا انتقادات لهذه الموازنات، منها أن الإنفاق غير العادي لا يكفي في حد ذاته أن يكون مبرر للالتجاء إلى الإيرادات غير العادية. إذا هذه بانتقادها أنه صحيح في ظرف غير عادي بتطلب موازنة غير عادية، بتطلب إنفاق غير عادي، لكن لا مبرر في اللجوء إلى إيرادات غير عادية زي ما تكلمنا قروض عامة وإصدار نقد جديد. أيضا الاعتماد على الإيرادات غير العادية هو الآخر لا يبرر الخروج من وحدة أو من مبدأ وحدة الموازنة. هذه الانتقادين لها. ثانيا، مبدأ الثاني هو مبدأ سنوية الموازنة، يقصد بها أن تكون يتم التحضير والإعداد والتصديق نفقات الدولة وإيراداتها بصورة دورية، غالبا بتكون سنة. عند الموازنات المؤقتة يتم اللجوء لاستخدام هذا الأسلوب عندما يتأخر صدور قانون الموازنة وتكون السنة المالية قد بدأت فعلا. هذه نفقات مستحقة لا تحتمل التأخير. الاعتمادات الإضافية يتم اللجوء إلى استخدام هذا الأسلوب عندما تطرأ ظروف غير متوقعة خلال فترة تنفيذ الموازنة. ثم في موازنة الدولة الاقتصادية لقد تناوبت فيها فترة الرخاء والكساد على اقتصاديات الدول الرأسمالية والخاصة المتقدمة، بيزداد الطلب الكلي الفعلي في فترة الرخاء والعكس في فترة الكساد. نأتي للمبدأ الثالث وهو مبدأ عمومية الموازنة، شمولية الموازنة، اللي بنقصد بهذا المبدأ أن تظهر جميع تقديرات النفقات والإيرادات في وثيقة واحدة دون إجراء مقاصة بين اثنين. طبعا هذه تهدف هذه الموازنة تسجيل هذه الوثيقة بالتفصيل لكل تقدير دون نفقة أو إيراد دون أن يحدث مقاصة بين نفقات بعض المرافق. إذن يتم جميع النفقات وتقديراتها وجميع الإيرادات وتقديراتها في وثيقة واحدة بدون مقاصة فيما بينهم. هذا مبدأ عمومية وشمولية الموازنة. مبدأ توازن الموازنة، أقرت النظرية التقليدية التوازن السنوي بين النفقات العامة والإيرادات بشكل مطلق. هذا طبعا بشكل مطلق تم اعتماده. اعتبرت أن حسن الإدارة المالية تطلب التوازن بين جانبي النفقات والإيرادات والرغبة في تفادي مخاطر العجز في الموازنة، وقد يترتب على تخطيطه من أثر تضخمي أو فائض لا تستطيع الدولة التصرف به من جهة أخرى. من جهة النظر التقليدية، عجز الموازنة يمثل خطر رئيسي للدرجة الذي يصبح فيها أخطر من تحقيق فائض فيها بكثير، بسبب يعني إذا العجز دائما أخطر من الفائض، أنه يؤدي إلى لجوء الدولة الاقتراض أو الإصدار النقدي لتغطيته. الاقتراض يعني يفتح لنا باب الحديث عن الدين العام، والدين العام هنا تعريفه مختلف مصادر الاقتراض الحكومي المحلية أو خارجية. دين اقتراض الحكومي محليا أو خارجيا، العام والخاصة والدولية والإقليمية وغيرها، بتضمن التحويلات المالية تتعاقد عليها الدول مع جهات محلية أو خارجية وفقا لشروط عامة محددة
من حيث معدل الفائدة والأقساط ودفتر الإعفاء ومدة السداد. هذا يتعلق بالدين العام. هو ممكن تعريف آخر له، وهذا مهم جدا، الدين العام هو ضريبة مؤجلة، أي يعتبر مورد مالي يغطى عن طريق زيادة الضرائب مستقبلا. لماذا تلجأ الحكومات والدول إلى الدين العام؟ لإشباع، تحقيق طبعا مجموعة من الأهداف: إشباع الحاجات العامة، معالجة مشاكل المجتمع، تحقيق التنمية والتطوير، تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي، وزيادة فعالية أجهزة الدولة. الحاجة للدين العام، تستطيع الحكومة أن تستدين طبعا من جهات محلية ومن جهات أجنبية بهدف تأمين الموارد المالية الضرورية، حيث أن موارد الدولة الضرائبية لا تكفي، إذا تذهب الدولة باتجاه الاستدانة محليا أو خارجيا. لذلك تلجأ الحكومة إلى جهات اقتراضية تقترض منها، سواء هذه الجهات كانت فردية أو مؤسسية أو كليهما معا. فعندما تقترض الحكومة من القطاع الخاص على شكل سندات، فهي تقوم بطريقة أخرى: سحب جزء من النقد المتداول في السوق، بمعنى أنها بتخفف عرض النقد، أو تقوم الحكومة أيضا بتوجيه النقود والأموال التي يتم تحصيلها عن طريق الندوات العامة إلى استثمار السندات العامة إلى استثمارات تؤثر على توزيع الدخل القومي، كما أنها تساعد على رفع معدل العمالة والتوظيف. شروط الدين العام، هناك مجموعة من الشروط للدين العام بشكل محلي أو خارجي، من حيث المدة للسداد القرض وكذلك الفائدة المترتبة عليه. فالقروض العامة تنقسم إلى قسمين رئيسيين: القروض التي تعامل تماما مثل القروض التجارية الخاصة فتخضع لنفس الشروط الاقتراض الخاصة، وهي ذات معدلات فائدة عالية ومدة أقصر. إذن الدين العام، القروض العامة قسمين، قسم شبيه بالقروض التجارية الخاصة، معدلاتها فائدة عالية ومدة أقصر في السداد، لكن في عنا قروض تتميز بطبيعة سهلة نسبيا، تتميز بمعدلات فائدة قليلة وفترات رحمة أطول وطول مدة القرض. هذا النوع الثاني. مصادر وأنواع الدين العام: النطاق الجغرافي ينقسم إلى دين عام محلي أو دين عام خارجي. جغرافيا نطلع على الدين، مصادرها، أقسامها، أنواعها. جغرافيا دين عام محلي ودين عام خارجي. لو بالنسبة للجهة المانحة بتطلع في جهات مانحة بتكون قطاع خاص أو قطاع عام. عدد الجهات الدائنة ممكن تكون ثنائية أو جماعية أو جماعية إقليمية أو دولية. ممكن تكون ثنائية عدد الجهات أو تكون جماعية دولية أو جماعية إقليمية. إذا ممكن تكون ثنائية أو تكون جماعية دولية وجماعية إقليمية. بالنسبة لطبيعة وشروط الدين ممكن نقسم الأنواع: الديون ممكن تكون تجارية، ممكن تكون سهلة، ممكن تكون مشروطة، ممكن تكون غير مشروطة. بالنسبة لأدوات الدين تقسم إلى سندات التنمية وسندات الخزينة وسلف البنك المركزي، بالإضافة إلى الاقتراض المباشر من مؤسسات التمويل الخاصة. لكن الدين العام له مجموعة من المحاذير لازم نأخذها بعين الاعتبار حدث عنها. هذه المحاذير ممكن تكون سياسية، بالتالي بتقع الدولة تحت تأثير ضغوطات سياسية دولية، فقد تؤدي القروض الخارجية إلى عجز في ميزانية المدفوعات ونقص في العملات الصعبة وضعف القوة الشرائية المحلية للعملة المحلية أمام الأجنبية. هذه بعض المحاذير نتكلم عنها للدين العام. لكن في عندنا مفهوم أيضا، مفهوم المساعدات الخارجية. وبنلاحظ أن مفهوم المساعدات الخارجية بيشمل لنا كل أشكال التحويل في المصادر الاقتصادية والحكومية الخاصة في دولة أو مجتمع إلى آخر من الدول المتقدمة أو النامية، من مجتمع لمجتمع، من دولة لأخرى، تحويل مصادر اقتصادية حكومية. طيب، ما هي أهداف المساعدات الخارجية؟ وهذه بدنا نركز فيها، مهم جدا. في لها أهداف إنسانية، وهي مساعدة الدول الفقيرة كواجب إنساني، ولكن قلما في السياسة تجد ذلك. والأهداف السياسية، وهي مساعدة الدول النامية الفقيرة من خلال الإبقاء على ضمن نطاق نفوذها، حرصا على عدم انحياز هذه الأطراف المغايرة، أهداف سياسية. والأهداف الاستراتيجية، حيث أن الدول تتميز بموقع جغرافي استراتيجي هام، تتفق الدول الغنية، تنفق الدولة الغنية أموال على هذه المواقع المهمة للحفاظ على هذه المواقع، وحرصا على ألا تذهب إلى مغاير في السياسة الدولية. في أهداف اقتصادية تركز على تنمية الموارد القومية وتنشيط الفعاليات الاقتصادية. أنواع وأشكال المساعدات الخارجية، ممكن تكون مساعدات اقتصادية مثل التسهيلات الاستثمارية والدعم المادي وخلق فرص عمل، المنح المالية والعينية كالدعم الغذائي والصحي والتعليم مثل ظروف طارئة، والمساعدات العسكرية
والدعم المالي للموازنة والمساعدات الفنية والتكنولوجية بالتجهيز والخبراء مثل تحسين فعالية الإدارة والقروض بمختلف أنواعها وشروطها مثل شروط القرض وغير المشروطة. أما مصادر القروض العامة والتنموية في عندنا ثنائية تكون بين حكومات الدول الفقيرة وجهات خارجية أو بتكون مساعدات دولية إقليمية تكون مقدمة من منظمات دولية وأجهزتها المختلفة. أثار المساعدات الخارجية تكون على الدول المستقبلة لهذه المساعدات معقدة والخلافات سياسية واقتصادية وفلسفية. تعتبر هذه المساعدات بمثابة عامل رئيسي لتغطية جزء من حاجاتها المالية اللازمة للخدمات العادية والمشاريع التنموية الشاملة، لكن في انتقاد للمساعدات الخارجية من عدة جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية. هذه الانتقادات السياسية حيث يمكن استعمال المساعدات الخارجية كوسيلة التأثير والنفوذ والمساومة السياسية. أما من الناحية الاقتصادية تنتقد حيث تؤدي القروض الدولية العامة إلى تراكم الدين العام وزيادة حجمه وفوائده، ومن الناحية الاجتماعية تؤثر على الموازين العامة للدول مثل الميزان التجاري والمدفوعات. بهيك احنا ان شاء الله تعالى بنكون ختمنا هذا الفصل وختمنا تدريسنا لهذا المساق المقرر الإدارة العامة على مدار فصل كامل وهو الفصل الأول لعام الدراسي 2020-2021. ندعو الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.